السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض الغدتان القزريتان، واللي بيكونوا معروفين برضو باسم غدتا الانفعال. أنا عندي الغدتين القزريتين اسمهم ليهم اسم تاني برضو، اسم الغدة أو الغدتين الفوق كلوية، لأنهم بيكونوا موجودين في تجويف البطن بالظبط فوق الكلية. يعني كده أنا عندي ده منظر الكلية اهوت، هما بيكونوا موجودين بالظبط فوق الكلية، فبقول عليهم الغدة الفوق الكلوية أو الغدتان القزريتان أو غدتا الانفعال. الغدتين القزريتين أو الغدة عامة بتتكون من منطقتين متميزتين تشريحيا وفسيولوجيا، يعني بتتكون من جزئين بيختلفوا عن بعض من الناحية التشريحية، وبرضو بيختلفوا عن بعض من الناحية الفسيولوجية. فلو جيت تبص كده، لو جبنا كلية اهيت، هي موجودة فوق اهيت الغدة، اسمها الغدة الفوق كلوية أو الغدة القزرية. فهنبتدي ان احنا مثلا نقطعها كده ونبدا ان احنا نبص فيها، هنلاحظ ان هي بتتكون من جزء خارجي اهوت اسمه قشره، الجزء الخارجي ده اسمه القشره، والجزء اللي في الداخل ده اسمه النخاع او ليه اسم تاني اللب، تمام، وبيحميها من الخارج كده كبسوله او ما تسمى المحفظه. المحفظه دي عشان خاطر تحميها، وطبعا بيكون جواها اوعيه دمويه، لان طبعا احنا عارفين ان الغده القزريه دي غده صماء. يعني ايه غده صماء؟ يعني بتفرز الهرمونات بتاعتها في الدم مباشره، عشان كده لازم يكون فيها عدد او شبكه كثيفه من الشعيرات الدمويه. طيب لو هنبدا ان احنا نمسك القشره كده، بنلاحظ القشره بتتكون من ثلاث مناطق، خلي بالك من ثلاث مناطق غير المنطقه اللي بره اللي هي اسمها المحفظه اصلا اللي بتحميها. فاحنا عندنا المنطقه الخارجيه خالص اسمها المنطقه القبيبيه، المنطقة القبيبية، والمنطقة اللي في النص اهيت، يعني بص دي كده اسمها المنطقة القبيبية، والجزء ده كده اسمها المنطقة الحزمية، واخر حاجة خالص في القشرة، اخر حاجة في القشرة اسمها المنطقة الشبكية، واللي جوه خالص بيكون اسمه اللب. طيب هما ليه متقسموا لثلاث مناطق؟ ليه بيتقسموا لثلاث مناطق؟ لان انا عندي القشرة بتاعة الغدة القزرية بتفرز ثلاث مجموعات من الهرمونات. المنطقة الخارجية اسمها المنطقة الكوبيبية، بتفرز مجموعة هرمونات اسمها الهرمونات المعدنية، الهرمونات المعدنية اللي طبعا اشهرهم هرمون الالدسترون اللي هنتكلم عنه دلوقتي. طيب والمنطقة اللي في النص هي في القشرة اسمها المنطقة الحزمية، ودي بتفرز الهرمونات السكرية، الهرمونات السكرية اللي هما الكورتيزون والكورتيكوستيرون. والمنطقة اللي في جوه خالص هي قبل النخاع بحاجات بسيطة اسمها المنطقة الشبكية، ودي بتفرز مجموعة الهرمونات الجنسية، مجموعة الهرمونات الايه؟ الهرمونات الجنسية. وطبعا كل الهرمونات اللي بتفرزها قشرة الغدة القزرية، يعني المجموعات دي كلها مع بعضها كده اسمها الاسترويدات، الاسترويدات. ليه اسمها الاسترويدات؟ لانها عبارة عن دهون، كلها مواد دهنية مش بتذوب في المية، كلها مواد دهنية مش بتذوب في المية. وطبعا فاضل مين بقى؟ اللب، واللب ده بيفرز هرمونات الطوارئ النجدة والطوارئ اللي هما الادرينالين والنور ادرينالين، الادرينالين والنور ادرينالين، تمام. تاني هنا برضو نشوف المناطق. انا عندي اول منطقة خالص الكبسولة او المحفظة، بعد كده الجزء ده كله على بعضه اسمه القشرة، خلي بالك بقى من اول هنا كده لحد هنا كده، دي كلها على بعضها قشرة الغدة القزرية اهي، دي قشرة الغدة القزرية بتتكون من ثلاث مناطق. المنطقة الخارجية خلاص اسمها المنطقة الكوبيبية، الكوبيبية اهيت اللي بتفرز مجموعة الهرمونات المعدنية، والمنطقة اللي في النص دي المنطقة اللي اسمها الحزمية، ودي بتفرز مجموعة الهرمونات السكرية اللي هم الكورتيزون والكورتيكوسترون، والمنطقة الشبكية بقى اللي بتكون قبل النخاع بالظبط، دي اسمها المنطقة الشبكية، ودي بتفرز الهرمونات الجنسية. وهنا بقى دي كده خلاص بقى ده مين؟ اللب أو النخاع، اللب أو النخاع. طيب تمام، نمسك أول حاجة هرمونات القشرة واللي اسمهم برضو الاسترويدات. أنا عندي مبدئيا كده الغدة النخامية بتحفز قشرة الغدة القزرية اهي، الغدة النخامية بيكون فيها مجموعة من الهرمونات المنبهة، طبعا هرمون البرولاكتين اهوت اللي بينبه الغدة الثدية على إنتاج اللبن، وهرمون النمو اللي هو بتاع اللي اسمه جي اتش اللي بيكون مسؤول عن أيض المواد البروتينية طبعا وبالتحديد في العظام والعضلات، وعندي برضه هرمون التي اس اتش اللي بينبه الغدة الدرقية والهرمونات المنبهة للمناسل. دي كلها هرمونات الفص الامامي للغده النخاميه، اللي من ضمنهم الهرمون المنبه للقشره
لقشرة الغدة الكظرية واللي اسمه ACTH باختصار لكلمة أدرينو كورتيكوتروبيك هرمون. فاحنا عندنا الفص الأمامي بيبدأ إن هو ينبه مين؟ يبدأ إن هو ينبه الغدة إحنا عندنا أصلا تحت المهاد الأول، تحت المهاد ده بيفرز مواد، المواد دي بتبدأ إنها تمشي في الدم وتروح للغدة النخامية، تحس أو تنبه الغدة النخامية على إفراز هرمون الـ ACTH اللي بعد كده بيروح ينبه قشرة الغدة الكظرية. تمام؟ طيب، فأول مجموعة معانا الهرمونات المعدنية، وهو من أمثلتهم طبعا هرمون الألدسترون. هرمون الألدسترون ده اسمه الهرمونات المعدنية لأنه بيمتص أو بيشتغل على المعادن. مين المعادن اللي بيشتغل عليهم؟ الصوديوم، عندنا الصوديوم والبوتاسيوم. الهرمون الألدسترون ده بيكون محب للصوديوم، يعني بيحب الصوديوم، محب للصوديوم، وبيكون كاره للبوتاسيوم، كاره للبوتاسيوم. يعني ايه؟ هو بيروح مثلا بيتفرز اهوت من قشره الغده الكظريه وبعد كده يروح على نفرونات الكليه. المنظر اللي قدامي ده كده، ده النفرون اهوت، نفرون بيتكون من محفظه بومن وقناه ملتفه قريبه وقناه ملتفه بعيده وثانيه هنل وادي الانبوبه الجامعه او الانبوبه المجمعه. طيب بيعمل ايه الالدسترون؟ هو بيحب الصوديوم، فبيبدا ان هو ياخد الصوديوم من النفرون كده، يعمل على امتصاص الصوديوم، يحطه فين؟ يحطه في الدم، يعني يرجعه في الدم، وبالتالي بيزود من الصوديوم فين؟ في الدم، بيزود من الصوديوم في الدم. طب وبيكره البوتاسيوم، يبقى بيرجع البوتاسيوم لمين تاني؟ بيرجع البوتاسيوم للبول، وبالتالي كده بيقلل البوتاسيوم في الدم، يقلل البوتاسيوم في الدم. طيب طب هنا بقى بالنسبة لتركيز الصوديوم والبوتاسيوم في البول، الكلام ده هنا بقى في البول، هو بياخد الصوديوم من البول يحطه في الدم، يبقى اكيد بيقلل الصوديوم فين؟ بيقلل الصوديوم في البول. طيب وبيحط البوتاسيوم في البول، يبقى اكيد بيزود البوتاسيوم فين؟ بيزود البوتاسيوم في البول. طيب فنيجي نشوف كده العلاقات البينيه. انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل لما تركيز الصوديوم في الدم بيزيد. بص بقى، انا بمشي الافقي الاول اهوت، انا باجي امشي الافقي الاول، بمشي الافقي واشوف ايه اللي هيحصل على الراسي. انا بزود تركيز الصوديوم في الدم، ايه اللي هيحصل على تركيز الالدسترون؟ خلي بالك وظيفه تركيز الالدسترون هو انه اصلا بيزود الصوديوم في الدم. طيب يعني دي وظيفته. طب اصلا لما الصوديوم يكون زايد في الدم هو هيزيد عشان يزوده اكتر ما زود؟ لا طبعا، بالتالي كده تبقى علاقه عكسيه. ليه؟ كل ما الصوديوم يزيد في الدم، كل ما الصوديوم يزيد في الدم يقل مين؟ تركيز الالدسترون، تبقى علاقه عكسيه. طيب تركيز الالدسترون لما بيزيد في الدم، اهو تركيز الالدسترون عمال بيزيد في الدم، بيعمل على امتصاص، اعاده امتصاص الصوديوم من نفرونات الكليه، وبالتالي كده بيعمل ايه؟ بيزود من تركيز الصوديوم في الدم. يبقى في الحاله دي علاقه طرديه، علاقة طردية. بنخلي بالنا من نقطة مهمة جدا، أنا لما بشوف تركيز الصوديوم في الدم هيعمل إيه في تركيز الألدسترون؟ لا، الصوديوم لما بيزيد في الدم بيقلل من تركيز الألدسترون، لأن وظيفة الألدسترون هو إنه بيعمل على إعادة امتصاص الصوديوم من نفرونات الكلية، وبالتالي بيزود من تركيز الصوديوم في نفرونات الكلية. فإحنا المنظر اللي قدامنا ده كده، الصوديوم أصلا بيزيد أهو، الصوديوم عمال بيزيد، وبالتالي هيزود ألدسترون أكتر ما هو زايد؟ لا ما ينفعش. طيب لما أجيب الألدسترون على المنحنى الأفقي وابدا ازود في الالدسترون، وظيفه الالدسترون هو انه بيزود الصوديوم، وبالتالي كل ما يزيد الالدسترون يزيد الايه؟ يزيد الصوديوم في الدم. طيب نشوف المنحنى الثالث، تركيز الالدسترون بيعمل ايه في تركيز الصوديوم في البول؟ ده هو بيعمل اعاده امتصاص الصوديوم من نفرونات الكليه، وبالتالي كده بيقلل من الصوديوم في البول. يقلل من الصوديوم فين؟ في البول. طب المنحنى الرابع، تركيز البوتاسيوم في الدم، لما تركيز البوتاسيوم في الدم يزيد، تركيز البوتاسيوم في الدم يزيد، هو تركيز الالدسترون ده بيعمل ايه؟ بيقلل من البوتاسيوم بتاع الدم، يقلل من بوتاسيوم الدم، وبالتالي لما تركيز البوتاسيوم في الدم يزيد تركيز الالدسترون يزيد عشان يقلله، يزيد علشان يقلله، تبقى علاقه طرديه. طيب تركيز الالدسترون لما بيزيد اهو بيعمل ايه في تركيز البوتاسيوم؟ ده هو ما بيحبش البوتاسيوم، وبالتالي كده يقلله، تبقى علاقه عكسيه، تبقى علاقه عكسيه. طيب تركيز الالدسترون، بص بقى، تركيز الالدسترون اهوت عمال بيزيد، بيعمل ايه في تركيز البوتاسيوم في البول؟ بيزوده. ليه؟ لانه بيطرد البوتاسيوم، وبالتالي بيزوده فين؟ في البول. طيب من ضمن وظائف برضو الالدسترون هو انه بيزود حجم الدم، بيزود حجم الدم، وبالتالي بيزود من ضغط الدم. طيب هو ازاي بيزود حجم الدم؟ هو اصلا بيمتص مين؟ بيمتص الصوديوم. وفي قاعده اساسيه جدا وقاعده مهمه واساسيه بتقول لي اينما وجد الصوديوم وجد الماء. طب هو بيعمل اعاده امتصاص مين؟ اعاده امتصاص الصوديوم، يبقى اكيد هيضيف معاه مين؟
هيضيف معاه ماء، واينما وجد الصوديوم وجد الماء. طب انا لما بحط ميه في الدم يبقى انا كده بزود من حجم الايه، من حجم الدم. طب لما بزود من حجم الدم ازود من ضغط الدم، يبقى ضغط الدم يزيد معايا. طيب من ضمن الوظائف برضو بتاعه هرمون الالدوسترون هو انه بيعمل على نقل السائل العصبي خلال الخليه العصبيه. خلي بالك بقى، خلال الخليه العصبيه. ما احنا عندنا بص السائل العصبي بيمشي ازاي، يعني مثلا دي كده الخليه العصبيه، اللي بره بيكون موجب موجب موجب، واللي جوه بيكون سالب. طب اللي بره بيكون موجب بسبب وجود مين؟ بسبب وجود الصوديوم، واللي جوه بسبب وجود البوتاسيوم. فاحنا عندنا السائل العصبي لما بيمشي ايه اللي بيحصل؟ الصوديوم بيدخل لجوه، الصوديوم بيدخل لجوه. طب مين اللي بيحافظ بقى على ثبات الصوديوم في الدم؟ طبعا هرمون الالدوستيرون، الالدوستيرون. وبالتالي كده انا عندي الهرمون ده ليه وظيفه فين؟ في نقل السائل العصبي خلال الخليه العصبيه. خلي بالك، خلال الخليه العصبيه. طيب ليه دور تاني؟ اه ليه دور تاني، ليه دور ان هو بيساعد الخلايا العضليه على استجابه السائل العصبي. ما اصل اقول لك على حاجه، انا عندي الكالسيوم اول ما السائل العصبي يوصل لغايه الخلايا العصبيه، الكالسيوم بص بقى بيبدا ان هو يدخل لجوه فيفجر حويصلات التشابك، فيخرج منها الاستايلكولين، فيبدا الاستايلكولين يتحرر لحد ما يروح للعضله. طب لما يروح العضله يسبب دخول مين؟ يسبب دخول الصوديوم. تمام، يبقى طب مين اللي بيحافظ على مستوى الصوديوم هنا؟ برضه هرمون الالدوستيرون. طيب امال مين الهرمون اللي بيسبب اصلا او بيحافظ على مستوى الكالسيوم ده؟ هنا بقى هرمون الباراسيرمون اللي بتفرزه الغدد الجراثيمية الدرقيه، الباراسيرمون. الهرمون ده هو اللي بيساعد على نقل السائل العصبي من الخليه العصبيه للخليه العضليه. خلي بالك بقى، بيساعد على نقل السائل العصبي من الخليه العصبيه للخليه العضليه، ده هرمون الباراسيرمون اللي بيتفرز من الغدد الجراثيمية الدرقيه. تمام، لكن اللي بيساعد الخليه العضليه على استجابه السائل العصبي، طبعا اللي بيساعدها على استجابه السائل العصبي يبقى انا محتاج صوديوم هنا كده اهوت على الخليه العضليه، ده هرمون الايه؟ الالدوسترون. لكن اللي بينقل اصلا، اللي بيسبب تفجير الحويصلات التشابكيه هو الكالسيوم، واللي بيحافظ على الكالسيوم هو الباراسيرمون. يبقى نميز من الحته دي كويس جدا. طيب ندخل بعد كده على الهرمونات السكريه، وهم الكورتيزون والكورتيكوستيرون. كورتيزون والكورتيكوستيرون ليه اسمها الهرمونات السكريه؟ لانها بتعمل على تنظيم ايض المواد الكربوهيدراتيه، المواد الكربوهيدراتيه والنشويات اللي هي طبعا السكريات. احنا اصلا الكربوهيدرات عندي ايه؟ اللي هي السكريات. طيب في حالات الاجهاد الشديد بقى، خلي بالنا في حالات الاجهاد الشديد ايه اللي بيحصل للهرمونات السكريه؟ بيبدا تركيزها يزيد. ليه تركيزها يزيد؟ لانها بتعمل على تصنيع الجلوكوز من مواد غير كربوهيدراتيه، يعني بتمسك شويه مواد كده تبدا ان هي تصنع منها مين؟ تصنع منها الجلوكوز. وخلي بالك بقى، وبالتالي بتعمل على زياده وزن الجسم، بتزود من وزن الجسم. ليه؟ لانها بتصنع جلوكوز، والجلوكوز ده سكر اهوت، وبالتالي كده بتعمل على ارتفاع او زياده مستوى السكر في الدم. اصلا اسمها الهرمونات السكريه. تمام، يبقى وظيفتها ايه؟ بتعمل على تنظيم ايض المواد الكربوهيدراتيه والنشويات، وفي حالات الاجهاد الشديد بتصنع مين؟ بتصنع الجلوكوز من المواد الغير كربوهيدراتيه، زي مثلا انها ممكن تعمل تحليل للبروتين، بتحلل البروتين، او برضو ممكن تعمل تحلل لمين؟ للمواد الدهنيه. ما دي كلها مواد غير كربوهيدراتيه، بتحولها لايه بقى؟ بتحولها الى الجلوكوز، بتحولها الجلوكوز. وبالتالي طالما بتزود من مستوى السكر في الدم يبقى كده بتعمل على زياده وزن الايه؟ وزن الجسم. طيب انا عندي الكورتيزون برضو بيكون ليه وظائف تانية. اه بيكون مضاد للالتهاب، مضاد لحاجه اسمها اعراض الهستامين. بص، عارف انت لما الجسم مثلا الجسم يجيله مرض معين، فمثلا يجيله بكتيريا، فالبكتيريا دي تبدا تدخل للجهاز التنفسي للرئتين مثلا اهم. تمام، في بكتيريا مثلا معينه تبدا ان هي تدخل الى الجهاز التنفسي. طيب البكتيريا دي علشان خاطر نمنع وصولها للحويصلات الهوائيه، الحويصلات اللي بتبقى جوه دي، بيبدا يحصل ايه؟ الخلايا بتاعه القصبه الهوائيه وخلايا الشعيبات الهوائيه تبدا ان هي تكون مخاط، تكون مخاط علشان يلزق فيه البكتيريا، تلزق فيه البكتيريا، والخلايا دي تبدا ان هي تورم. تورم ليه؟ بسبب طبعا ان في خلايا مناعيه هناخدها في المناعه ان شاء الله، بتفرز حاجه اسمها الهستامين. الهستامين ده هو اللي بيزود المخاط، وهو اللي بيخلي الخلايا تورم. فالخلايا دي ممكن تفضل تورم لحد ما تبدا ان هي تسد المجرى بتاع التنفس. فلما تسد مجرى التنفس تسبب ضيق في التنفس. طيب مين اللي بيكون مضاد للاعراض دي بقى؟
لو الشخص ده تعب وحس بضيق في التنفس يبدأ ان هو مثلا يروح للدكتور، فالدكتور يكتب له على الكورتيزون. ليه؟ عشان يقلل من الاعراض دي شويه ويساعد الشخص ده ان هو يفوق، يزود النشاط بتاعه، وبالتالي هو بيكون مضاد للالتهاب ومضاد لاعراض الهستامين، وبالتالي بيكون مثبط للجهاز الايه؟ المناعي، مثبط للجهاز المناعي. نيجي بعد كده للهرمونات الجنسيه، وهم 3 هرمونات. هرمونات جنسيه بيتم افرازهم من قشره الغده الكظريه، وهم مين؟ عندي هرمون التستوستيرون، تيستو عايزين نكتبها هنا في جنب كده، هرمون التستوستيرون، هرمون التستوستيرون، وهرمون الاستروجين، وهرمون البروجسترون. دي اسمها هرمونات جنسية. خلي بالك بقى بتتفرز منين؟ بتتفرز من قشرة الغدة الكظرية، بتكون موجودة في الذكر وفي الانثى. وخلي بالك دي اسمها هرمونات استروديه، تركيبهم بيبقى قريب من بعضه. يعني لو لاحظت ده كده تركيب الايه؟ تركيب التستوستيرون حلقه رباعيه اهي، وبرده نفس الفكره الاستروجين تركيبه برده حلقه رباعيه، فيبقى تركيبهم قريب جدا من بعضه. يعني سهل ان انت ممكن تحول من التستوستيرون مثلا للاستروجين، بيكون سهل ان قشره الغده الكظريه تحول من التستوستيرون للاستروجين. علشان كده اصلا التستوستيرون والاستروجين والبروجسترون بيتفرزوا في الذكر وفي الانثى. ما تجيش تقول لي مثلا هو التستوستيرون ده هرمون ذكري، ايه اللي يخليه يتفرز في الانثى؟ لا، بيتفرز في الانثى بس بنقطه او بمقدار معين، لانه بيساعد على اظهار شويه صفات كده معينه بس بشكل طبيعي. طبعا لو حصل اختلال ما بينهم وما بين بقى الهرمونات اللي بيتم افرازها اصلا من الغدد التناسليه في الانثى بقى وفي الذكر، يعني مثلا ده كده المبيض اهو، المبيض بيبدا ان هو يفرز لي هرمونين اللي هم الاستروجين اللي هو هرمون البلوغ والبروجسترون. تمام، دي الهرمونات فين؟ اهوت اللي بيفرزها الغدد التناسليه في الانثى. لو حصل اختلال ما بين الهرمونات دي والهرمونات دي هتبدا تظهر صفات الذكوره على الاناث. يعني تبدا مثلا ايه؟ التستيرون ده مثلا لو زاد عن حده يبدا يسبب ظهور صفات وعوارض الذكوره على الاناث. طيب لو حصل ورم مثلا في الغده الكظريه دي، في قشرة الغدة الكظرية مثلا، ونفترض ان حصل لها ورم. طب الورم ده يعني ايه؟ يعني زيادة نشاط، يعني يحصل زيادة في افراز الهرمونات. فمثلا هيحصل زيادة في افراز الهرمون الاستروجين، ويحصل زيادة في افراز هرمون البروجسترون. طيب معنى كده ان الدم هيكون فيه ايه؟ استروجين كتير وبروجسترون كتير. تمام، طب لما الدم يكون فيه استروجين كتير وبروجسترون كتير، هيبدا كده الهرمونات اللي بتكون منبهة للمناسل اللي هي الاف اس اتش والال اتش تبدا تحس بايه؟ تحس بان في استروجين كتير وبروجسترون كتير، فكده مش هتنبه الغده النخاميه، او مش الغده النخاميه نفسها مش هتنبه المناسل على افراز هرموناتها، فده يسبب ايه؟ يسبب ضمور المناسل. يبقى يسبب ضمور المناسل امتى؟ لو حصل ورم، خلي بالك بقى، لو حصل ورم في قشره الغده الكظريه. طيب نفس الكلام في الذكر، انا عندي الذكر برده عنده قشره كظريه، قشره الغده الكظريه بتفرز برده التستوستيرون استيرون، وبتفرز برضو الاستروجين، وبتفرز البروجسترون. تمام، لكن انا عندي برضو الخصيه، هي دي بقى الغدد المختصه نفسها بتفرز لي التستوستيرون استيرون، وبتفرز لي الاندروستيرون. لو حصل خلل بقى ما بين الهرمونات دي والهرمونات دي، هيبدا يظهر لي برضو صفات الانوثه. ما هو الاستروجين ده والبروجسترون بيتفرزوا من قشره الغده الكظريه بس بمقدار معين، بمقدار معين. لو حصل اختلال ما بينهم هيحصل ايه؟ ظهور صفات الصفات وعوارض الانوثه في الذكور. طيب لو حصل ورم في قشره الغده الكظريه، حصل ورم يعني فرط في النشاط، يعني زياده في الافراز، فيحصل زياده في افراز هرمون الايه؟ الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون. وطالما يحصل زياده في التستوستيرون، ساعتها نفس الفكره، الهرمونات اللي بتنبه الخصيه اللي هم الاف اس اتش والال اتش هيحسوا ان في تستوستيرون كتير في الدم، فمش هيبداوا ان هم ينبهوا مين؟ الخصيه على افراز هرموناتها، وبالتالي هيحصل ضمور في الخصيه، ضمور في الخصيه. يبقى يحصل ضمور امتى؟ لو حصل ورم في قشره الغده الكظريه. طيب عايزين بقى نشوف العلاقه اللي هي التغذيه الرجعه السلبيه، ايه اللي هيحصل لو حصل زياده في نشاط تحت المهاد؟ دي كده تحت المهاد اهوت، خلي بالك بقى، بيفرز مواد في الدم بتروح للغده النخاميه، الغده النخاميه بتفرز هرمونها اللي هو الاي سي تي اتش اللي بينبه قشره الغده الكظريه على افراز هرموناتها اللي من ضمنهم الكورتيزون. ماشي، فايه اللي حصل؟
لو ايه اللي هيحصل لو حصل زيادة في نشاط تحت المعدة. خلي بالك بقى، لو تحت المعدة حصل له زيادة في النشاط فهينبه مين؟ فهينبه الغدة النخامية. بس خلي بالك الغدة النخامية شغالة طبيعي، شغالة طبيعي، بس هتزود، هي طبيعي بس هتزود افراز هرموناتها بسبب طبعا ان هي جالها نشاط زيادة من تحت المعدة. فطبعا لما تزود افراز هرموناتها هتروح برضو تنبه مين؟ تنبه قشرة الغدة الكظرية بزيادة، فيزيد هرمونات قشرة الغدة الكظرية، فتزيد بقى الايه الهرمونات. يعني مثلا لو جيت قلت لك ان انا عندي هرمون التستوستيرون ده زايد في الدم في شخص معين عنده تستوستيرون كتير، وخلي بالك بقى قشرة الغدة الكظرية طبيعية والغدة النخامية طبيعية، تبقى المشكلة فين؟ المشكلة ممكن تكون في منطقة تحت المعد، المشكلة ممكن تكون في منطقة تحت المهاد. طيب مثلا لو حصل تورم في الغدة النخامية، تورم النخامية يزود إفرازها، يبقى أنا دلوقتي عندي تحت المهاد طبيعي بس حصل تورم في النخامية، فالنخامية تزود الإفراز بتاعها، فلما تزود الإفراز بتاعها إيه اللي يحصل؟ يبدأ يحصل زيادة في إفراز هرمون الـ ACTH اللي بينبه قشرة الغدة الكظرية، فيزيد إفراز قشرة الغدة الكظرية. فمثلا ممكن يقول لك ايه، لو انا عندي قشرة الغدة الكظرية طبيعية بس في زيادة في افراز هرمون مثلا التستوستيرون ولا الاستروجين ولا مثلا الالدوستيرون، بس مع ذلك قشرة الغدة الكظرية طبيعية، يبقى انا عندي كده المشكلة في الغدة النخامية. طب لو حصل تورم في قشرة الغدة الكظرية، بص بقى هنا عندي منطقة تحت المهاد دي طبيعي، منطقة تحت المهاد طبيعي، بس بص بقى لو حصل تورم في قشرة الغدة الكظرية ممكن يحصل زيادة، هيحصل طبعا زيادة في افراز هرموناتها، تورم يعني زيادة او فرط في النشاط، فيحصل زيادة في افراز هرموناتها. زيادة افراز هرمون الاستروجين مثلا، استروجين لما بيزيد في الدم يبدأ ان هو يلف يروح ينبه منطقة تحت المهاد، فتحت المهاد مثلا تفرز هرمونات بشكل اقل، فتخلي او تنبه الغدة النخامية بشكل اقل. فمثلا لو قلت لك ايه هو السبب، سبب ان مثلا يكون الاستروجين عالي في الدم، الاستروجين هيكون عالي في الدم وهرمون التي اس اتش هيكون قليل، هرمون التي اس اتش هيكون قليل، ايه السبب؟ طبعا هيكون سبب، طالما بص بقى طالما واحد عالي واحد قليل يبقى المشكله عندي من تحت، يبقى المشكله عندي في قشره الغده الكظريه. بص لا الحته دي عايز اشرحها لك كويس جدا، لازم تاخد بالك من حاجه. بص لو لقيت الهرمون المنبه، يعني مثلا لقيت الاي سي تي اتش عالي وكمان بالتبعية لقيت مثلا الالدوستيرون، الالدوستيرون عالي هو كمان، يبقى انا عندي كده المشكلة فين؟ المشكلة في الغدة النخامية، الغدة النخامية. يبقى خلي بالك لقيت الـ ACTH اللي هو بينبه عالي ولقيت الالدوستيرون عالي، يبقى انا عندي مشكلتي في الغدة الايه؟ النخامية. طيب لقيت مثلا الـ ACTH اللي هو المنبه لقشرة الغدة الكظرية قليل، بس لقيت الالدوستيرون، الالدوستيرون عالي، يبقى انا كده مشكلتي فين؟ طالما واحد عالي واحد واطي، يبقى انا كده مشكلتي في قشرة، مشكلتي في قشرة الغدة الكظرية، مشكلتي في قشرة الغدة الكظرية. يبقى لما تلاقي الاتنين عاليين، او حتى برضو كمان لو لقيت الاتنين واطيين يبقى برضو مشكلتي في الغدة، يعني لو لقيت الاتنين واطيين مشكلتي في الغدة النخامية. ليه؟ لان الغده قشره الغده الكظريه بتاخد اوامرها من الغده النخاميه، فلقيت الاثنين عاليين او الاثنين واطيين يبقى مشكلتي في الغده النخاميه. طيب لقيت واحد عالي واحد واطي، لا يبقى انا كده في الحاله دي انا مشكلتي في الغده الايه؟ في الغده الكظريه، في الغده الكظريه. طيب مثلا، مثلا ساعات بيكون الاثنين، خلي بالك بقى ساعات بيكون يعني مثلا ممكن برضو مساله تجي لك كويسه جدا، يقول لك ايه؟ ممكن يقول لك الغدة النخامية طبيعية وكمان الغدة قشرة الغدة الكظرية، الكظرية هيت برضو طبيعية، ومع ذلك في زيادة في إفراز هرمون، مع ذلك في زيادة في إفراز هرمونات قشرة الغدة الكظرية، وكمان في زيادة في إفراز هرمون الغدة النخامية. يبقى أنا هنا، وخلي بالك قال لك الاتنين طبيعيين، يبقى أنا هنا مشكلتي في اللي بينبههم أساسا اللي هو مين؟ تحت، تحت المهاد. يبقى انا مشكلتي في تحت الايه؟ في تحت المهاد. يبقى دي برضو الفكره الايه؟ الفكره الثالثه اللي بقول لك عليها. ماشي نرجع هنا للجزئيه دي تاني. طيب مثلا لو جيت قلت لك حصل ضمور، لو حصل ضمور في قشره الغده الكظريه، يعني في الحاله دي قشره الغده الكظريه افرازاتها هتكون قليله. طيب افرازاتها هتكون قليله يبدا يحصل ايه؟ يحصل زياده في افرازات تحت المهاد. طيب وطالما في زياده في افرازات تحت المهاد هيحصل زياده في افرازات الغده النخاميه،
يحصل زياده في افرازات الغده النخاميه. فهيبص بقى لما تلاقي واحد تحت اهوت، واحد قليل واحد عالي، يبقى انا مشكلتي فين؟ مشكلتي في الغده الكظريه. اهوت لقيت واحد عالي واحد قليل، برضو مشكلتي في الغده الكظريه. انما لو لقيت كله عالي، بص بقى اهو، لقيت كله عالي يبقى انا مشكلتي جايه من اللي فوق، لقيت كله عادي يبقى انا مشكلتي جايه من اللي فوق، من الغده مثلا النخاميه او من منطقه تحت المعد. طب اتمنى تكون فهمت الحته دي. طيب تركيز الاسترويدات، لما بيزيد تركيز الاسترويدات، بص بقى كده، تركيز الاسترويدات عمال بيزيد، يعمل ايه في معدل افرازات الاي سي تي اتش؟ يبدا ينبههم، ينبه الغده النخاميه ويقول لها انا موجود في الدم اهوت، انا موجود، مش مستني ان انت تروحي تنبهيني. وبالتالي ده لما يزيد تركيز الاسترويدات يقلل من معدل افراز الاي سي تي اتش، تبقى علاقه عكسيه. طيب معدل افراز الاي سي تي اتش لما بيزيد بيعمل ايه في تركيز الاسترويدات؟ بيزود من تركيز الاسترويدات، لان هو اللي بيحفز قشره الغده الكظريه على افراز هرموناتها. طيب نيجي بعد كده لهرمونات النخاع، وهم الادرينالين، ادرينالين والنور ادرينالين، نور ادرينالين، ودي اسمها هرمونات النجده والطوارئ، النجده والطوارئ. ليه؟ الهرمونات دي بتشتغل في وقت النجدة والطارئ. كلب بيجري وراك ولا حاجة، بص بقى، بيكون التنبيه بتاعهم، خلي بالك بقى، التنبيه بتاعهم بيكون عصبي، وطالما التنبيه بتاعهم بيكون عصبي يكون سريع. يعني على يعني لازم ناخد بالنا من حتة، ان هو بيقول لك ايه، ان انا عندي تنبيه، تنبيه نخاع الكظرية بيكون ماله عصبي، لانه بيجيله من الجهاز العصبي اهوت، نخاع الغده الكظريه بيجي من الجهاز العصبي نفسه اهو، وبالتالي ده بيكون ايه، بيكون سريع، الاستجابه بتكون سريعه. طيب تنبيه قشره الكظريه بيكون ماله، بيكون هرموني، هرموني من مين؟ من هرمون الاي سي تي اتش، علشان كده الاستجابه بتكون مالها بطيئه، استجابة بتكون بطيئة. يبقى نخلي بالنا من الحتة دي، أنا عندي النخاع ده، هرمونات النخاع اللي هم الأدرينالين والنور أدرينالين، بيتم تنبيههم عصبي، عشان كده استجابتهم بتكون سريعة، وهم أصلا اسمهم هرمونات الإيه؟ النجدة والطوارئ. يعني في حالة طارئة ولا حاجة بيبدأ إن هم يزيد معدل إفرازهم. طيب في الوقت ده بيحصل إيه بقى؟ في نفس الوقت ده بيحصل اتساع في حدقة العين، بيحصل، هم على فكرة بيأثروا برضه على معدل ضربات القلب، بيزودوا من سرعة ضربات القلب، وكمان بيزودوا من قوة ضربات القلب، من قوة وسرعة ضربات القلب. ده مين؟ ده هرمونات النجدة والطوارئ اللي هم الأدرينالين والنور أدرينالين، وبرضه بيعملوا على ارتخاء الشعب الهوائية، وخلي بالك برضه بيحفزوا من إنتاج الجلوكوز وإطلاقه، بيحفزوا من إنتاج الجلوكوز وإطلاقه. بمعنى نركز هنا كده، انا عندي دلوقتي ده مثلا الكبد دهوت والعضلات، الكبد والعضلات بيكون متخزن فيهم حاجه اسمها الجلايكوجين، الجلايكوجين، هما بقى بيحولوا الجلايكوجين ده الى ايه، الى جلوكوز. هما بيعملوا على تحويل الجلايكوجين المتخزن في الكبد والجلايكوجين المتخزن في العضلات الى جلوكوز، وبالتالي بيزودوا من تركيز او من مستوى السكر في الدم، بيزودوا من مستوى السكر في الدم، لانهم بيحللوا الجلايكوجين المتخزن في الكبد والعضلات. نخلي بالك في الكبد والعضلات، لان هناخد بعد كده ان في هرمون اسمه الجلوكاجون، الجلوكاجون ده بيعمل على تحويل الجلايكوجين الى جلوكوز، بس فين؟ في الكبد فقط. لكن الادرينالين ونور ادرينالين ده بيشتغل على الكبد والعضلات عادي خالص. وبكده نبقى خلصنا هرمونات الغده الكظريه، سواء كانت القشره او النخاع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.